استنى يالا، اقف. رايح فين؟ داخل بيه المركب. فين الورق بتاعه؟ المتعاد جايبه جاي ورايا. استنى بيجي المتعاد. ايه العذاب اللي بتعملوه فينا ده؟ خلاص ما تزعلش، الامر لله. بره. هرجع بيه تاني. بره. بصرة كومي ولد 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 حرامي. عشرة ولد في الكوتشينة هتبمبك، وعهد الله شراحك، هات الربع جنيه. مفيش. نعم. ايه فضل، هات ربع جنيه. مفيش. 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 لو سمحت امسك. امسك. ربع جنيه. خد بتوعك. تاني مرة ما تلعبش معايا. حد ليه شوق؟ جماعة. انت رايحة فين يا بنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانت مالك انت؟ بقولك رايحة فين؟ رايحة اجيب فلافل. خلاص؟ بقيتي شغالة عند أختك وجوز أختك؟ فشرت. أنا قاعدة على كفوف الراحة، الشبوكش جوز أختي شايلني شيء. يعني أنت مبسوطة كده؟ مش عارفة. الواد خميس إزايه؟ بيسأل عليك. طب وبعدين؟ اسأل نفسك. هو أنا اللي قلتلك امشي؟ أنا مشيت بعد ما كنت حموت من الجوع أنا وابني. حد قالك اعملي إضراب عن الأكل زي بتوع السياسة؟ ما أنا ما أكلش حرام. طب انت عايزه ايه بقى دلوقتي؟ عايزه ايه؟ اوعى كده، عايزاك تعقل وتتهدي وتبطل مشك البطال ده يا جابر. بطل السرقه والنهب اللي انت عايش عليهم. تقدر تقول لي هقول لابنك ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي بحر. الله، انت بتعمل كده ليه يا جدع؟ انت بتكرهني ليه؟ جري يا استاذ شبوكش، ما تخليك محضر خير ومار. الراجل عند مراته وابنه عايزهم عشان جوعهم تاني. ما تقولش كده عيب، انا خير كتير يا جدع. مفيش خير في الحرام يا حرامي. الله يسامحك، أنا خلاص توب ورجعت لشغل الشيالة وهعيش بالملاليم الحلال، وده عهد عليا قدامك. ما صدقكش. معلش، صدقوا المرة دي يا جوز أختي. يلا يا جابر. سلام. كده أنت حرة، غوري بيه. حلو قوي، حلو قوي السردين ده يا جابر. عجبك؟ قوي. أجيب لك منه كل يوم؟ ليه؟ هو بكام؟ من غير فلوس، مرمي في المخزن، صناديق مكسرة ياما. ايه؟ ايه؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مسروق يعني؟ بتوكلني حرام يا جابر؟ بتوكلني انا حرام؟ بتعملي كده ليه يا بت؟ انا عملت حاجه غلط؟ سرقت تاني يا حرامي. الله، بقول لك اوعى كده. بقول لك اللي ياخد ياخد. انا من دلوقتي حد الله بيني وبينك. ايه؟ حد الله بينك وبيني. الله، اكملنا. ابوكي كان شيخ زاويه، هتعملي لنا فيها فوق. اوعى. بقول لك استني، الواد خميس نايم. اوعى بقى. شوف بقى، انا استنيتك كتير قوي يا جابر عشان ترجع لعقلك ولدينك ولشرفك. انت ايه؟ ما سمعتش عن حاجه ابدا اسمها شرف؟ عيب عليك يا اخي، ده ابوك الراجل طيب وامك كانت ست شريف. انت طالع لمين؟ طالع لمين بس يا جابر؟ طالع لجد امي الطليان، الله يخرب بيته. اضحكي بقى. اضحكي كده. انت لسه برضه مضربه على الاكل؟ جعان، هموت من الجوع. الواد الغلبان ده ذنبه ايه يموت من الجوع؟ غزاله صدقيني، انا عشان خاطرك رجعت اشتغل شيال تاني باجره 3 شيلن في اليوم. شيلن عيش وشيلن طعميه وفاضل شيلن. خمسه تعريفه ليا، ادي خمسه تعريفه ليكي. خدي حلال، وعهد الله حلال. خدي
يلا خميس افراج هتاكل. هنا كل 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 هنا كل. وانت يا جاب مش هتيجي تاكل؟ تعيش يا غزاله. بسم الله الرحمن الرحيم. البوليس. ايه مين؟ استنى حقك ايامك. ايه يا راجل؟ ايه يا راجل؟ ما تصدقهوش. ايه خلصك يا خمني؟ نسمع شويه ساعه ويبيعه ما يدريش حقي. ايه يا كذاب؟ والله ما انا معبره. لا انت عايز مصيبك تعالى لي بره. عايز فلوسك؟ فلوس عايز فلوسك؟ اهي فلوسك. سيب ابويا يروح ايدك. والله ما انا معبره. ان شاء الله تموته بعد حد. تعالى يا واد فين؟ ابو دومة. ايوه جابر تعالى. تعرف تسهل غفير على مدخل واللي يطلع بالنص؟ بس اللي هتجيبه انت انا اللي هبيعه. لا انا اخد حقي وانت ربنا يسهل لك. ماشي يا جابر. يلا سعداوي. ايه؟ سعداوي قوم معايا. بقول لك ايه، عاوزك في موضوع مهم قوي. في عيال من حرمية المينا منضارين على المخزن ده عاوزين يقلشوه. تقول ايه؟ ايه؟ سبع علب مسمار الاوز الواحده بعشرة جنيه. هدفع لك فيهم كلهم عشرة جنيه. اتنايل زي بعضه بس كاش. ماشي. وتيجي معايا. فين؟ دي غزاله مراتي. يا ست غزاله صدقيني ده كان معايا الثلاث ايام دول بنشتغل في مركب واحد والفلوس دي من عرق جبينه. هو اللي مسلطك تقول كده؟ استغفر الله العظيم. انا برضو بتاع كده. طب وحياه النعمه الفلوس دي من شقاه. اه طيب خلاص يلا بالصلاة على النبي يا ريس. قوم كده هات لك شوية كفتة بر نفسك وابنك ومراتك. يلا تعيش يا ابو دومة. قشطة يا ريس. وزعت البضاعة؟ لا لسه رايح اوزعها دلوقتي. هنيالك. خدي حمرا وملبسة. تسلم لي يا ابو جمعة. تعيشي. انت جابر؟ لا مين ليه؟ انت قاعد سرقت سبع علب مسمار من المخزن؟ ما حصلش. فتشني ما عنديش حاجه. زميلك قال عليك بره. مين ده؟ زميلك. اسمه ايه ده؟ اهو واقف بره اهو. فين هو؟ موجود. معلش يا جابر اتقفشت. انا مش متلبس. مفيش حاجه تثبت اني حرامي. ماسكني ليه؟ اسكت يا جدع انت ما تتكلمش. انا عايز محامي. انت عندك كام سنه؟ 30 سنه. دخلت الجيش؟ لا. اه ليه؟ دخلت الجيش ولا لا؟ انا معفي. معفي؟ اه. يا بشاوش فتحي خد ده حطه مع التجنيد ورحله الصبح للعزل. حاضر يا فندم. تراست يا اخينا جنب بعض انت وهو. انت اللي هناك صفا. انتبه. وانت يا حبيبي بيستمعني؟ سامعك يا اسطى. اسطى انتبه يا عسكري. لسه ما بقتش عسكري. نفذ الامر يا عسكري يا معكوك. اهو انت الستين معكوك. انا معكوك يا عسكري. اوعى تمد ايدك عليا يا عسكري. اوعى ايدك. عبد الستار محمد الاسمر. يا فندم. انور سلوم ابو عليوه. يا فندم. عصاب الله احمد ابراهيم. فندم. عبد السلام الجويش. يا فندم. جابر عبد الغفار علي. يا فندم. اول يوم ليك في العسكريه وتتحط في السجن، امال لما تقدم هتعمل ايه؟ يا خساره. كان نفسي اعلمك العسكريه على اصولها. من يمين دول؟ ايدك اللي بتاكل بيها فين يا عسكري؟ اه يا فندم. هي دي ايدك اللي بتاكل بيها؟ اصل شطلاوي يا فندم. شطلاوي؟ احنا رايحين فين؟ طلب. طلبه؟ يعني هنشيل حاجات على العربيه. شيال تاني حتى هنا؟ انا حنزل اشتري سجاير. هات لي علبتين معاك. طب اب بالفلوس.
اللي عايز تجاري ايه بالفلوس؟ انا انا هات هات لي علبه سوبر معاك. هات انا كمان علبه جاب. هات 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 معاك. هات مسافه السكه. يلا يا كنك الاحسن هتشاف كده. طيب طيب مستعجل ليه يا جدع؟ بقول لك خايف اتشاف كده، عايزين نخلص موضوعنا. طب دقيقه واحده يا معلم. يلا. انت متاكد الراجل ده هيخلصني؟ ما تخافش يا جدع ده جاهز، بس المهم تكون انت جاهز. انا جاهز بس بالتاشيره بكل. هيخلصك من كل حاجه. السلام عليكم يا عم تولي. ايه يا كنكه؟ معايا زبون عاوز يروح ايطاليا. هات 100 جنيه وصوره اديله. المركب هتطلع من مينا بعد بكره. فين جابر عبد الغفار؟ هو هرب؟ فتش. اذا جه خليه يسلم نفسه احسن له. جابر استنيتهم لما خرجوا جيت. وبعدين يا جابر هتوديك لغايه فين شقاوتك دي؟ تهرب تهرب من الجيش؟ ما هم هيرجعوا يدوروا عليك تاني. انا همشي. هتمشي تروح فين؟ هيجيبوك ان شاء الله من اخر الدنيا. لا مش هيقدروا يجيبوني وانا في بلاد بره. بره؟ بره فين؟ انا هشد الحالي على ايطاليا. حرام عليك يا جابر اللي بتعمله فينا ده. وانا حرام ادور على مستقبلي. هفضل هنا اعمل ايه؟ ايه وليه؟ عشان حته عسكري كويرك يقعد يبهدل فيا. انت اللي بتبهدل نفسك يا جابر، وانت اللي هتضيع نفسك يا جابر. روح روح يا جابر، سافر وابعد عننا، واحنا لينا رب، لينا رب يا جابر. خدي دول يا غزاله. ما انت عارف طب وانت هتعملي ايه؟ وانت يهمك ايه؟ ما هو لازم امشي. خدني معاك يا بابا، خدني معاك. هرجع لك يا خميس، هرجع لك. خلي بالك من خميس يا غزالة. بتقول ايه؟ مش سامعاك. خلي بالك من خميس يا غزالة. ده في عينيا. خلي بالك انت من نفسك. العجلة يابا. واصبر يا خميس. وعلى شغلك. حاضر. ربنا يحميك من الحرام يا جابر. Tu devi pagare conto oggi. Money, money. Mi schietti i piedi le tugani. Mi sfahem. Devi pagare conto oggi. والله لما تقولي الصبح برضه مش فاهم. فلوس فلوس. ما فيش فلوس. No فلوس. No room. انا عارف عذراء انت يعني. No فلوس. No room. No room. No. Ciao. Penso proprio, guarda, lascia perdere, lascia. Passport!
Da questa parte. Fermami, vogliamo fare che vuole questo qua. Che vuoi? Tu che vuoi a noi? عايز الباسبور. اه الباسبور. ايوه. اكو الباسبور. آه الله يخليك. الباسبورتو، هات الباسبورتو روح أمك، هات. على هنا على دو على تري، والكارتة بنش دل تري، ملي ليرة بنش تريميلا، ملي ليرة بنش تريميلا، على هنا على دو على تري، والكارتة بنش دل تري، على هنا على دو على تري. Alla una, alla due, alla tre, dove la signorina? Dove la signorina? Basta, 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 basta! Dove la signorina? Dove la signorina? ابدا النوع ده برضه ولا بد هيشتغل في السرقه والتقليب هناك. ليه بس يا جوز اختي؟ رجاله كتير سافروا ورجعوا كويسين. الا جابر ده معجون بميه حراميه. قوليلي انت عايشه ازاي؟ اهو بشتغل. بتشتغلي ايه؟ اهو كل يوم الصبح ساعتين تلاته كده في اي بيت، اهي ماشيه والحمد لله، ربنا يفتح له طريقه هو كمان بالحلال. دوفي لا سينيورينا، دوفي لا سينيورينا. مومنتو. ها؟ ها؟ بردي بردي. ها؟ هات هات. دوفي لا سينيورينا، دوفي لا سينيورينا، دوفي لا سينيورينا. دوفي لا سينيورينا، دوفي لا سينيورينا، فتح عينك تاكل ملبن بالصلاة على النبي. دوفي لا سينيورينا، دوفي دوفي لا سينيورينا. بوليسيا كبسة. بوليس. مفيش واسع شوية؟ معلش اعملي نفسك بتكلميني.
انتوا واقفين هنا ليه؟ طابور جمعيه؟ لا ما افتكرش. انتوا واقفين هنا ليه؟ وات؟ مش فهماني. جاب جوب جوب شغل شغل. ده مصري 100% باين قوي من ملامحه. ويمكن يكون طلياني. هتنزلوا معايا المراقبه انتوا الاثنين وهنحاول نتاكد اذا كان مصري ولا طلياني. يلا. اسكوزا توي نومي؟ نعم. يور نيم؟ جابر عبد الغفار علي يا جميل. اسمك جابر عبد الغفار علي يا جميل؟ لا انت اللي جميل. انت بتعرفي عربي اهو. جواز سفرك. اصل كانوا هيسرقوه مني ولاد الحرام. ساكن وين بروما؟ فندق فونتانا دي تريفي. انت مصري؟ من اصل طلياني. اسم الشهرة جابر الطلياني. عارف هنا ايش؟ مكتب عامل. مش عندكم شغل برضو؟ طبعا بس دقيقة واحدة. تحت امرك. يا نهار اسود. ده مكتب عمل اسرائيلي؟ ايه شو فيها؟ انت ليش خايف هيك؟ نحن اولاد عم. اولاد عم مين يا اختي؟ ده انا كده اروح في داهيه. هاتي الباسبورتو ده. هاتي. انت ليش خايف هيك؟ انت ناسي ان احنا بروما مش بمصر؟ بس هاتي البتاع ده وكفايه كده. اذا حبيت تشتغل تعا بكره، عنا شغل كتير هون، شغل كويس بفلوس كتير. مؤاخذة. حصل خير؟ الأخ مصري؟ لا اسكندراني. أي خدمة؟ شكر. إشارة لسلكية من روما يا فندم. الولد اللي راح القنصلية؟ أي فندم. أخبار أحمد عزت إيه؟ وصل امبارح بالليل من الحجاز وهو موجود في مكتبه دلوقتي. سلمه دي.
جاي النهارده عشان يثبت رجوعه من الحج وهيطلع اجازه يومين. خليه يمر عليا. حاضر يا فندم. من مكتبنا في روما الى الموساد بتل ابيب حضر مصري يدعى جابر عبد الغفار علي يطلب العمل، ثم افتعل عدم معرفته بحقيقة المكتب وانصرف، وهو يفكر في العودة مرة أخرى. وضع المذكور تحت السيطرة لحين الإفادة بالتصرف. معقول؟ دي تبقى حركة مكشوفة ما عملهاش أحمد عزت. أيوه بس أنت بتقول دايماً إن خططه غريبة. فعلاً هو كتير بيكسر تكنيك العمل السري، لكن ده تصرف غريب. أنا لازم أنزل روما على أول طيارة. معنى كده لازم أطلع روما فورا. وأنا حجزت لك طيارتك، فضل عليها ساعتين، يعني تلحق تروح البيت وتاخد شنطتك. انتي ما انتي كاري سولدي. ان شاء الله ربنا يفرجها. الاسم؟ جابر عبد الغفار علي. السن؟ 30 سنة. الجنسية؟ مصري. جاي هون مشان شو؟ عشان اشتغل. شو بتحب تشتغل؟ جاسوس. دقيقة واحدة من فضلك. اتفضل يا فندم. اه
خير يا فندم. مصر طالبة إنقاذ الولد ده قبل ما يقع في إيديهم. يعني إيه؟ إحنا مش مهمتنا الكشف عن الخونة والقبض عليهم. الأحسن لو حاولنا ننقذه قبل ما يقع في إيديهم. الولد ده لازم ناخده قبل ما ياخدوه، حتى لو اضطرينا لخطفه. المخابرات المصرية. عايزين مني ايه؟ اقعد يا جابر، اقعد. اخبارك ايه مع مخابرات اسرائيل؟ اسرائيل؟ رحت، كنت عايز اشتغل، ما كنتش اعرف ايه دي، لكن لما عرفت هربت. رحت تاني ليه؟ كانوا واخدين الباسبورت بتاعي وقالوا لي تعالى بكره، رحت خدته وخلاص. ايه انت كذاب؟ يعني ايه؟ عملنا تحريات سريه في الفندق، اتضح انه خرج بدري. دورنا عليه في كل المنطقه مفيش فايده. بقترح تستمر المراقبه على لوكاندا لانه ضروري هيرجع تاني. ولا عمره هيرجع لوكاندا دي تاني. يعني ايه؟ دول سبقونا ليه خلاص. الولد دلوقتي زمانه في السيف هاوس بيتجهز للتجنيد والتدريب. اقول لك يا عمرو. ايوه يا فندم. احجز لي على طياره بكره. حاضر. برافو يا جابر، انت ذكي. انا جابر. دمك خفيف كمان. الله يخليك. وانت مين بقى؟ انا ابو داود. في ضابط مخابرات مصري اسمه ابو داود. انا ضابط مخابرات اسرائيلي. انت مش عايز تبقى جاسوس؟ انا بقى الضابط اللي هشتغل معاك. انا كنت بختبر ذكائك وقوه تحملك في المواقف الصعبه. انتوا ناس ولا كلب، ما عندكوش لا دم ولا ضمير. انا كنت هموت فيها دلوقتي. عيب عيب يا جابر، خليك مؤدب. انتوا خليتوا فيها ادب. انتوا ناس لا عندكوا لا دم ولا ادب. اخرس، انت طلبت تشتغل معانا جاسوس. لا معلش مش عايز. استنى، احنا بقى عايزينك. ودخول الحمام ازاي خروجه يا سي جابر؟ هتشتغل معانا. هتدفعوا كام؟ بالبحث في الجوازات اتضح انه لم يستخرج جواز سفر بالاسم ده. بحثت في السجل المدني، لقيت الاسم وله بطاقة وفيها عنوانه. عملت تحريات؟ حصل، واتضح انه ساكن في 9 حارة ابو شوشه، ومراته موجوده في البيت واسمها غزاله، وله ابن اسمه خميس، وانه فعلا مسافر ايطاليا. اتاكدت من الصوره؟ التحريات السريه اكدت. مش هو ده يا فندم؟ يبقى خرج بجواز سفر مزور. ده الاحتمال الوحيد. ده نموذج من سجلات تشغيل المكاتب البحريه. الخبير هيشرح لك كل حاجه، وانت هتفهم منه بالظبط ايه اللي هتعمله، لأنك هتنزل مصر وتشتغل الشغلانة دي هناك مع أخواننا بتوع البحرية. فاهم يا جابر؟ فاهم يا خواجة. ما بلاش خواجة دي. بلاش، قلصت يا ريس. ما بلاش خالص، احنا ما صدقنا لسانك نضف شوية. قول لي، الراجل اللي راح لغزالة رجع؟ وحشتيني يا غزالة انت وخميس. ازيك يابا؟ اسمع كلام الخواجة اللي عندك ونفذيه. الدنيا دورت وشها لينا يا غزالة. يعني ايه دورت وشها؟ اسمع كلام الخواجة وروحي معاه استلمي الشقة الجديدة دي، شقته اللي هو كان عايش فيها. هو هيتنقل لمكتب روما وانا هحل محله. سيبي كل حاجة وامشي، الشقة الجديدة بعفشها. غزالة، انا مش عايز حد من الحتة يعرف انت عزلت فين. مش عايزين نقع علينا، ومن شر حاسد اذا حسد. خدي من الخواجة الفلوس واصرفي زي ما انت عايزة. انت جايب معاك فلوس؟ انا هوصل كمان شهرين على ما افهم الشغل كويس. وقولي الخميس هجيب له بسكليتة وانا جاي. وعايز اسافر يابا. مع السلامه بقى. هو بعت لك دول، حاجي بكره اخدك.
بس سيب كل ده، خلي بالك هو مش عايز حد يعرف. طب ممكن اجيب اختي معايا وجوزها؟ اختك وبس. للاسف يا فندم، ست شهور لغايه دلوقتي الولد ده ما ظهرش ولا رجع مصر. الغريبه كمان ان مراته اختفت ومحدش عارف راحت فين لغايه دلوقتي. يعني العمليه قفلت كده؟ لا يا فندم، مفيش مستحيل قدامي، لسه في محاوله. ايه هي؟ مضطر اسافر روما عشان اعملها. Grazie, signori. French. Merci, monsieur. English. English. Thank you, sir. Bravo. هايل. Bravo عليك. أنت كده بقيت تمام. أليستا زي ما بتقولوا في اسكندرية. إيه أليستا دي؟ شايفة؟ هيبوظ أخلاقي. معلش اصلا مش من مستوانا. من باب الشقريه. جابر. ايه؟ مش انت اللي قلت لي روق كده وخلي البساط احمدي؟ هتوحشيني يا جابر. انت كمان هتوحشني. بكره هتقابل مسؤول مهم قوي في الموساد. من الواضح ان العميل ده اخذ مجهود مركز ومكلف ومكثف عشان نوصل بيه لرجل اعمال فيه كل المواصفات دي. ممكن توضح للزملاء؟ انا فقدت عميل بحري انكشف وانقبض عليه في مصر قريب، واللي كشفه هو احمد عزت، وكان لازم في الفتره دي بالذات يكون لي عميل بحري تاني يتابع نشاط القوات البحريه والمينا في اسكندريه، وده اللي وصلت له. احمد عزت مش هيتصور ان قدرت استبدله بالسرعه دي، وبكده يبقى كسبت حاجه مهمه جدا، وهي عدم تركيز المخابرات المصرية على اكتشاف عميل بحري جديد. جابر حرامي في المينا، ازاي هيرجع صاحب توكيل بحري؟ انا عامل دراسة عن الوكلاء البحريين. هنعرف من الدراسة دي ان معظم اصحاب التوكيلات البحرية كانوا عمال زي جابر ده، بيبعدوا شوية عن المينا ويرجعوا هم اصحاب توكيلات. اي اسئلة؟ اتفضلوا. ده لنا جابر يا ابو داود. اوكي. تعال يا جابر اقعد. يا جابر، انت اثبتت كفاءة كبيرة جدا في التدريبات، عشان كده عيناك برتبة رائد في الجيش الاسرائيلي. من النهاردة هيكون اسمك ديفيد شولا. عايزك تجيب لي معلومات تثبت لي فيها كفاءتك اكتر واكتر. الإخلاص مهم لينا قوي. أي غدر هيكون تمنه ابنك. ابنك يا جابر خميس. سيادة العقيد فهم محمود أفد عن الإشارة. هو ده بالظبط. تشيك.
اخر الشنط شوي. اهي طياره روما دي الحاج احمد عزت. الو مبروك يا حاج. ايوه ايوه وهنزل بنفسي. طب طلع ثلاث عربيات مراقبه بالفراوده وعلى المطار على طول، انا هحصلكم على هناك باقصى سرعه. أشهد ينادي جميع السيارات حول. نمر تمام حول. فهد تمام حول. حول. أشهد ينادي حدد مكانك. نمر مكاني واحد حول. فهد مكاني اثنين حول. نسر مكاني ثلاثة حول. نمر الهدف في طريقه وليك حول. نمر تمام الهدف معايا حول. هي البلد عامله ايه؟ ده سندوتش الفول بقى بسبع ساغ ونص يا بيه. حلوه حلوه. خد دي. ماشي. واحد موظف غلبان قوي. ها. ما كانش اللحمه في حياته ابدا. ها. راح للجزار وبص اللحمه وقال لها ايه؟ هتروح النار. استلم الهدف. حاول. نم تمام. الهدف معايا. حاول. ساوناور حاول. فهد الهدف في طريقه وليه؟ حاول. فهد علمه في انتظار حاول. فهد استلمت الهدف، حدد مكانك يا اسد حاول. مكاني خلفك. مكاني خلفك. بم استرح وادخل مكانه يا نسر حاول. نسر تمام في طريق النقطة أربعة. خش بالفرحة جاي يمين. استمر استمر أنت يا فهد استمر. خش بالفتحة جاي يمين. انزل وانا هلف الناحية التانية. يلا خش بسرعة يمين. خميس وحشتني. وحشتني يا بابا وحشتني. انت اللي وحشتني قوي يا خميس. جابر غزالة جابر وحشتني. وحشتيني قوي انت اكتر. انا
ياما ايه العلاقه دي كلها يا جابر؟ اسمها شياكه غزاله. تعالي افرجك جبت لكم ايه. تعالى يا ولد. حلوه قوي الشقه. هي حلوه بعقل زي ما وصفها لي بالظبط. هي اوسع من اوضه السطوح حاجه بسيطه. شوفي جبت لك ايه. الله اهو مسكي اهو. الله شوفي ايه ده كله. وده اهو اهو. الله الواد نام على عجله. يا حبيبي هروح انيمه في اوضته على ما اخد حمام من تراب الطياره. خميس قومي يا حبيبي. خميس غزاله غزاله خد البس ده. يا خرش يا جابر ده هيخليني لابسه ولا حاجه. هو في احلى من ولا حاجه؟ البلدي يوكل. بلغ نقط المرور في طريق مصر اسكندريه الزراعي والصحراوي. النمره العربيه 17380 مرور القاهره. مستني الرد بسرعه. شكري. صباح الخير يا فندم. روح غير مسعد في المطار. حاضر يا فندم. ايوه. ها لقيتها؟ دخلت الطريق الصحراوي الساعه 10. طب كويس كويس. ادي البيضه وادي اللي شراها وادي اللي قشرها وادي اللي كلها وادي اللي قالها حته 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 تاني اهو ادي حته. كل ده بت يخرب عقلك. كله من خيرك. انا هنا كنت باكل كرواسانيه وحته جبنايه. ده هناك انما هنا خير بلدك. كل كل يا جابر ده انت رخر جاي لنا هفتان. اسكت. مش قميص النوم طلع مقاسي؟ ايه بس انا مضطر انزل. ليه؟ ما كلتش؟ معلش اصل النهارده اول يوم في المكتب. طب استنى اعمل لك القهوه عشان ما تاخرش. سلام. لا 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 المكتب ده محتاج لي قلبه. انتوا كنتوا بتشتغلوا هنا ازاي؟ شغل ايه يا بيه؟ هو في شغل؟ ده احنا بقالنا سنتين والشغل واقف. البركه بقى في سعادتك. اه اسمع انا عملت اعلان عشان عاوز سكرتيره يعني بكره هيجي بنات كتير. حاضر يا فندم. تيجي تفتح من الصبح بدري. حاضر يا فندم. اه دخلهم لي واحدة واحدة. حاضر يا بيه. اتفضلي هنبعت لك. مرسي. مرسي عليك. اتفضلي هنبعت لك. مرسي. الله يخليك. اتفضلي هنبقى نبعت لك. اتفضلي يا حاجة هنبعت لك. أنا جاية. أنا تحت أمرك. أنا جاية عشان وظيفة السكرتيرة. سكرتيرة؟ اتفضلي عودي. اسمك ايه؟ بوسي بارتيزيان. حلو. ولغاتك؟ انجليزي وفرنساوي والماني وطلياني واعرف عربي كمان. اه اشتغلتي قبل كده؟ في قنصليه البرتغال القسم البحر وعندي كمان شورت هاند. كويس كويس قوي. المرتب في الشهر 200 جنيه. 250 جنيه ايه؟ تصبحي على خير. وانت من اهله. أسد ينادي جميع السيارات. الهدف وصل منزله. تبدأ المراقبة من الآن ولمدة 24 ساعة بتبادل الأطقم. سعيد يدخل بعربيته. تنسحب السيارات إلى موقعها. جميع السيارات
حاول. نمر تمام حاول. فهد تمام حاول. نسر تمام حاول. Do you like ملوخية؟ Oh, it's really lovely. ملوخية. You like it? الله يتقلب على معدتك انت حر. But I've always said, you know, if you go to these places. Please, could I use it? But yeah, of course. Oh, thank you. Yes, yeah. في ايه؟ شايف عربيتك عملت فيا ايه؟ طب غطي 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 عينك اشوف اتقطع لغايه فين؟ ايدك. حاضر حاضر. معلم انور انا برضو بتاعك وابنك وابن حتتك، ما تفضلش غريب عليا. ما انت جيت متاخر يا جابر وانا اديت كلمه خلاص. فرقعوا يا معلم انور، انت مش عايز توريدات البحريه دي خلاص وهتسيبها؟ سيبها لي، انا مستعد ادفع. كام؟ 10 باكو. ابو ليفه دفع لي 15 وانا دافعهم وكاش. الفاتحه. ده ورق تنازل المتعهد القديم ومسجل. فين موافقة القوات البحرية كمورد بداله؟ الجواب اهو. تمام. دقيقة واحدة اجيب امضة سيادة اللواء. اتفضل. من الأسبوع الجاي يبقى التوريد مسؤوليتك يا جابر بيه. متشكر يا فندم. ايه الولد ده؟ ده انسان غريب يا فندم. قدر في شهرين ينتشر في المجتمع السكندري كله. تصور سيادتك خلى متعهد توريد الاغذيه للقوات البحريه يتنازل له عن التوريد. طبعا دفع له. الله، بكده هيبقى له رجل في القاعده البحريه. طبعا بكده هنقدر نمنعه. ونمنعه ليه يا فندم؟ ده جالنا برجليه لحد عندنا، يعني قرب مننا قوي. قصدك هنصطاده؟ عندي سيادتك في الملف خطه بكده، محتاجه راي سعادتك فيها. دلوقتي انت حاصرته بالمتابعة في كل أماكنه. ضرورة جند البنت السكرتيرة اللي في مكتبه، ممكن قوي يعمل أي اتصال من مكتبه معرفوش. جهزت التجنيد ده؟ تقرير عند سعادتك. موافق، بس بلاش تقول لها ضابط مخابرات، قول لها ضابط تهريب. أوراق المركب اللي وصلت، وبعدين عينك. مرة تقولي لي إيدك ومرة عينك، طب هقول لك لسانك. أنت كده بتقفليها خالص. ما تجيب أكتب لك الجواب ده؟ لا أنا هكتبه. ده لازم جواب خاص جدا جدا جدا، وحد برضو يكتب جواب لحبيبته على سطر ويسيب سطر زي العيال بتوع ابتدائي. أنا ماشية. إيه؟ هتسيبيني لوحدي؟ هسيبك للأمورة حبيبتك اللي بتكتب لها الجواب ده. لو هيكون في حبيبة هتبقى واحدة انت عارفاها كويس. اخلص.
متشكر متشكر. كل سنه وانت طيب يا جابر بيه. متشكر. ايام سعيده يا باشا. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. تعرفي دي اول مره تعمل لي عيد ميلاد، ومش هتكون اخر مره. انت لسه صاحيه؟ ايوه. مش عوايدك؟ وانت كمان مش عادتك تسهر كل ليله لوش الصبح. شغل شغل يا غزاله. شغل الشغل اللي بتشتغله ابتدت ريحته تطلع يا جابر. اسمحي افندم. العقيد نادر لاشين طالب سيادتك في مديريه الامن. في حاجه؟ حاجه بخصوص العمل. طب تسمح لي ابلغ صاحب العمل؟ مفيش داعي، الموضوع مستعجل. اطلعي ورانا. انا متاكده ان جابر بيه ملوش في حكايه التهريب دي. طب ايه رايك ان في شكوى متقدمه ضده من واحد اسمه الشبوكشي؟ وهو اي واحد يقدم شكوى في اي حد يبقى مهرب؟ اللي اسمه الشبوكشي ده كاتب في الشكوى انه يبقى عديله، يعني مش مجهول. ومع ذلك انا معاكي، بس انا لازم اتاكد، وعشان اتاكد لازم استعين بحد ياكد لي. عشان كده لجأت ليك انت. وانا بقول لحضرتك الشكوى غلط. وانا هاخد بكلامك يا ستي، بس ضروري ناخد بالنا. حقيقي صدقني لو شفت اي حاجه غلط حاجه بلغ حضرتك. لا انت هتيجي ولا انا هقابلك، هنتقابل بره. اتفضلي ادي الكارت بتاعي عشان لو عايزاني بسرعه. وخلي بالنا ميعاد ثابت، هنتقابل كل يوم اتنين بعد الشغل على طول. بوسي. جابر ده من النوع اللي تخاف منه، لكن في نفس الوقت ما تقدريش تسيبيه. بتخاف منه ليه؟ جالنا وقال انا عايز اتجسس على بلدي، يعني ده متبرع خيانه. تفتكري ممكن اامن لواحد زي ده؟ جندته ليه وليه مش ممكن تسيبه؟ لانه جريء. صحيح الجرأه الكبيره مش مطلوبه في عملنا، انما تشعري كده انه فائد وفي نفس الوقت جبان، يبقى هستفيد من جرأته وهستفيد من جبنه، لانه هيخاف يكشف نفسه. عشان كده لازم دايما يكون اندر كنترول. بوسي هي الكنترول ده. اتفضل. اتفضل. ايه رأيك في بيتي؟ عش جميل لأحلى عصفورة. انت مش كعان؟ أوي. بعدين ايه
القتل ده مش من ايدك. ليه بقى؟ انت ما كنتيش هنا، رحت فين؟ وديت عربيتي الميكانيكي، اخرني شوي. ستصل إلى ميناء الإسكندرية قطعتين بحريتين بعد أيام، أرجح أنهما مدمرتان وستنضم إلى الأسطول البحري المصري، وأعتقد أن أرقامها ستكونان 204 و206، وده معقول؟ ده كلام خطير ومعلومات في منتهى الدقة. المعلومات دي صحيحة يا فندم؟ ضرورة أتأكد، اكتب لي تقرير وهاته. حاضر يا فندم. وارفق دي مع التقرير. معلش يا فندم، مضطر أصوره وارفق الصورة، الجواب ده لازم يروح له. هتبعته ازاي بعد ما اظهرت الحبر السري؟ نفس الورق. ايوه كده. شوف يا حسن. ايوه يا فندم. هتنقل الكلام اللي هنا في الورقه دي، اللي بالحبر العادي بالحبر العادي، واللي بالحبر السري بالحبر السري. طبعا الخط طبق الاصل تمام، مش كده؟ تمام يا فندم. مش ممكن، معلومات خطيره. جابها ازاي المعلومات دي؟ الله يخرب عقلك يا شويش عبد التواب. انت بتجيب النكت دي منين؟ بالقاعده. ابقى عدي عليا في المكتب. واجب سعاده البيه. الواد ده اكيد مدفوع علينا، ادوا له معلومات عشان يبلغ لنا. ما هم هناك كمان مش بالبساطه بحيث يبعتونا معلومات تخلينا نشك زي سيادتك ما شكيت دلوقتي. بوسي تقريبا عايشه معاه، وهي دايما بتبعت تؤكد ولاءه لينا. على العموم يا ابو داوود، الواد ده لازم تقابله مقابله سريعه وتعرف جاب المعلومات دي ازاي، واذا شكيت فيه مجرد شك اوقف نشاطه على طول واستغنى عنه. بين الاثنين اللي جاي في لندن في المكان زد.
نمر ينادي أسد غيرني. أنا انكشفت. حاول أسد ينادي فهد. نزل واحد من عندك يغير. اهلا يا خواجه، عندك تاخير 10 دقايق. مفيش تاخير، هتقوح ساعد بجبن. يلا كويس. دي اخبارك؟ اخبار الشغل ايه بقى؟ انا عايز افهم، انت جبت المعلومات اللي بعتها دي ازاي؟ وانا يعني جبت الديب من ديلو؟ كل الحكايه انهم طلبوا مني زياده نسبه المواد الغذائيه اللي انا بوردها للقاعده البحريه. حسبت كميه الزياده، لقيتها كميه تكفي مدمرتين بس. ادي الحكايه اللي انت قالب عليها الدنيا يا خواجه. قول لي بقى، عرفت نمر مدمرتين الجداد ازاي؟ وعهد الله ما انا قايل لك، ودي حاجه محتاجه لشرح. جابر عايز اعرف. اصل الشغلانه اللي انتم صعبينها على نفسكم وعلى الناس لا صعبه ولا دياولو، هي بس محتاجه تفتيح مخ. على رصيف القاعده شفت اسطمبه صفيح لنمرتين، يبقى بالفهلوه كده هي دي نمر المدمرتين الجداد، صح؟ يعني هو ده احتمال؟ يا ريت لما تحب تقول معلومات تكون استنتجتها انت بنفسك، يبقى تقول انها احتمال. لا مش احتمال، ده اكيد، وانا مسؤول عن كلامي ده. وهي الميه هتكدب الغطاس والمراكب قربت توصل. وعرفت ازاي انها قربت توصل؟ تعجبني لما تشتري مني. اصل كل قطعه من قطع الاسطول ليها مندوره بتتربط عليها، والشمندورتين بقى اللي هتتربط عليهم المركبتين اتشبطوا في الغاطس خلاص، وده معناه ان المراكب قربت توصل. شفت ازاي؟ اسمع يا جابر، تقابلني بكره الصبح الساعه 10 في المكان اف. هترجع اسكندريه، واول ما توصل المراكب هتبعت برقيه لعنوان المراسلات بتاعنا، تقول فيها شاديه واختها وصلوا بالسلامه، وبعدين هتشرح فيها مواصفات المركبين، وتشرح اوصافهم وتسليحهم، كم مدفع، كم توربيد، كام صاروخ. اوكي اوكي. اسمع يا جابر. ايه كده هتاخر على الطياره؟ تعرف واحد اسمه شبوكشي؟ اه، جوز اخت مراتي. ليه؟ لا ابدا، لقيت اسمه انت كاتبه وافتكرت فيه لخبطه. هو اسمه الشبوكشي، وهو شبوكشي فعلا، اهو شبهك كده يا خواجه. سلام. جابر الحمد لله على السلامة. وحشتيني يا بوسي، وحشتيني قوي. احكي لي عملت ايه؟ جبت لك البنطنطنطنطيف ده اهو. ايه؟ حلو قوي. انت قلت لي اسمه ايه؟ كوليه. اه الكوليه ده. حلو قوي. عجبك؟ طب تعالي تعالي. جابر بقول لك ايه؟ جابر بقول لك ايه؟ جابر بقول لك ايه؟ جابر بقول لك ايه؟ جابر استنى، بقول لك ايه؟ يا جابر هفهمك. انا كنت مسافر. جابر جابر غصب عني. طب اقوم بقى الحق الواد خميس قبل ما ينام. خميس برضو؟ ابو جمعه. وحشتني يا بابا. انت وحشتني قوي يا خميس. غزاله اوب انزل. غزاله ايه؟ الحمد لله على السلامه يا جابر. الله يسلمك. يا دي الليله النحس اتشمينا.
مش هنروح؟ ها؟ ما وحشتكش؟ أوي. طب لما يمشي؟ هو مين اللي يمشي؟ الشاويش عبد التواب بتاع البحرية. آه، أخليه يدخل، هخلصه بسرعة وبعدين نروح. اتفضل يا شاويش. اهلا يا باشريس عبد التواب. اهلا 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 بيك يا سعد الباشا، بقالي زمان ما شفتكش. من الاسبوع اللي فات. انا شايف ان الحتتين الجداد وصلوا، مبروك. الله يبارك فيك. متسلحين جامد. ايه؟ طبعا هتفرجنا عليهم مش كده؟ لا دول لسه جداد ممنوع. قال يعني ما تشافوش ولا تصوروش. ده تلاقيهم شبعوا تصوير. عارف يوم ما هتطلعني عليهم لازم اخد صوره تذكار. بقول يا جابر بيه، انت ليه مهتم بمركبتين دول بالذات؟ انا من يوم ما اتعرفت بيك وتعاملنا سوا وانا بقول عليك ذكي. بالحق كنت هنسى. حقك يا عبد التواب. من قد من قدامك. لسه ما قالكش حاجه؟ لا لسه. انما يعني كل كلامه بيقول انه قرب يعرض عليا كل اللي هو عايزه. اوعى تقبل بسرعه. حاول ترفض الاول وبعدين اشترط. ها زي ما اتفقنا. لا بلاش البرفان ده بيلزق فيا. ايه ما بيعجبكش؟ لا ما بيعجبش مراتي. هي بتشمه؟ اصل الريحه دي جامده قوي، لما برجع البيت مراتي بتشمها وبيحصل بلاوي. انت بتخاف من مراتك؟ طبعا. الو الو. ايوه باريس، دي واحده هتكلم التليفون اللي بره. اصل الخط هنا مش واضح، ده يسهر خالتي. الو. بكره بعد الشغل اذا كنت فاضيه. اذا ما كنتيش فاضيه خليها بعد بكره. ها بكره؟ ايوه بكره في نفس المكان. طب باي باي. كان مسافر ليه؟ كان بيعمل اتفاق مع شركة انجليزي. وتعمل اتفاق؟ لسه معرفش، لسه الأوراق ما جاتش. جابر؟ ايه مفاجأة؟ انزل؟ لا ابدا يا حبيبي، اتفضل. جابر انت لسه برضو زعلان؟ ما تخليش موضوع مراتك ده يضيع سعادتنا. ها يا حبيبي. مالك يا جابر؟ مالك يا جابر؟ قلتليش ليه؟ ما قلتلكش لاني ما كنتش عايزاك تزعل، وكنت متاكده انك ليه يمكن تكون بتعمل كده. بعمل ايه؟ بيقول انك بتهرب.
بهرب. واحد قدم فيك شكوى وقال انك بتهرب. اسمه ايه؟ اسمه الشبوشي. الشبوكشي. ادي اللي باخده منك ومن اهلك. وعهد الله وعهد الله يكون ديني علي حرام لا ردها له شبوكشي الكلب ده. واسمعي انت كمان من دلوقتي، لا ليكي اخت ولا جوز اخت، واذا ما كانش عاجبك كلامي اتفضلي ما تورينيش وشك كده تاني. انا سبتك تقول اللي تقوله في الشبوكشي وفي اختي عشان لغايه دلوقتي شايفه ان ليك حق تزعل، انما تغلط فيا انا وتطردني كمان من بيتي، لا يا جابر انت اللي تخرج بره. طيب يا غزالة. غصب عني يا بوسي، الغيرة جننتني. تفتكر اشوفك مع واحد تاني بعد ما بقيتي كل حاجة في حياتي واسكت؟ تضربني يا جابر؟ انا؟ تتقطع ايدي لو اتمدت عليكي مرة تانية. معلش انا ما كنتش في وعي. صافي يا لبن. بس هتفضلي تقابلي الضابط ده كده؟ انا بكره هقول له كفايه كده. لا دول ما ينفعش معاهم الطريقه دي. امال يعني عايزني اقابله؟ هقول لك على طريقه خليه هو يستغنى عنك، وانا كمان اتاكد بيها اذا كان ضابط تهريب ولا ضابط. بتقولي ايه؟ اسمعيني كويس. مباحث مكافحة التهريب، اسمح لفتش العربية. معاك إذن النيابة. تفضل. افتح الشنطة عسكري، افتح كبوت، كبوت يا حضرة الصول. ممكن اتعرف بسيادتك؟ عقيد نادر لاشين. صندوق في الشنطه يا فندم. افتح هذا الصول. ده هديه من قبطان المركب وده شيء عادي. ده برضه ممنوع. انا مضطر اقبض عليك. جابر اتقبض الف مصر. ازاي؟ بوسي قالت اتهموه بيهرب ذهب. فتشوا بيته وما فيش حاجه. ابعتي له خليه يقابلني في لندن. خدني معاك يا حبيبي. اخدك فين؟ لندن. ايه؟ انت جننتي؟ معقول ده؟ مالك؟ اتخضيت ليه؟ لا اتخضيت ولا حاجه، بس انا عارف انك هتتضايقي لوحدك. اصل الشغل هناك بيبقى كونتينيوس. معلش هبقى انزل اعمل شوبينج. وحياتي يا جابر. وحياتي عندك. نفسي ابقى معاك في لندن عشان خاطري. مش هعطلك عن شغلك ابدا. مش هقدر ابعد عنك. خلاص اتعودت عليك جنبي. بقول لك ايه، انا خلصت يا بوسي. خلصت ايه يا حبيبي؟ خلصت فطار. يلا بقى عشان هلبس وانزل. حاضر يا روحي. حالا يا حبيبي. انا كمان هلبس. هتروحي فين؟ هلف على المحلات اتفرج. يعني هتقابل هنا الساعة 2؟ هتوحشني يا حبيبي. هتوحشني قوي. قوي. بوسي ايه اللي جرالك؟ اصلي حبيتك قوي. تعودت عليك. حاسة اني هموت ولا حاجة؟ بعد الشر عليك. طب سيبيني عشان الحق معادي.
هيخرجوا عنك بعد قد ايه؟ في ساعتها، وبعد دقيقة واحدة كنت بشرب القهوة في مكتب الحكمدار. وفتشوا عندك؟ ولا حد دخل بيتي ولا مكتبي. الكلام اللي بتقوله ده خواجة. يعني الموضوع انتهى؟ موضوع ايه؟ هو كان في موضوع من أصله؟ الموضوع اللي أنا عايزك فيه هو موضوع الجدع اللي اسمه عبد التواب. عبد التواب؟ آه، ده واد أنا كنت مبيت عليه عشان يساعدني. يساعدك في إيه؟ في شغلنا. شغلنا؟ آه، الشغل ده كنت عايز أجنده. أنت؟ أنت مجنون؟ بس فهمني، أصل في البحرية هناك دلوقتي الأمن كابس على نفخه، فأنا مش هقدر أطلع المراكب. فقلت مفيش قدامي غير إن أجند الشاويش عبد التواب. لو عملت كده هقتلك. قلت له حاجة؟ لا، ما قلتلوش، أنا نغشته بس. نغشته. طب يلا بينا. هيجنن الراجل. يبقى هو ده السيف هاوس بتاعهم في لندن. متشكرين يا عم جابر. ياما كان نفسي اعرف السيف هاوس بتاعهم. طب هو واخد السيف هاوس ليه؟ ضروري حد مسؤول جاي دلوقتي، يا اما يكون موجود جوه. اسمع، انا هنزل اعمل مناوره وانت ارسم كروكي. يلا. اسمع يا جابر، في سبب مهم يخلينا مستعجلين على معرفة كل حاجة عن المدمرتين الجداد اللي هيوصلوا اسكندرية. مش كفاية الوصف، لازم تصور كل حاجة. أنا هقابلك بكرة وأفهمك تعمل إيه بالتفصيل. طب ممكن أستأذن أنا دلوقتي؟ جابر. آه يا جابر، أنا عايزك. أصلي مرتبط بميعاد الساعة 2. هتروح مش هتلاقيها. قصدك إيه؟ هو ده الموضوع التاني اللي عايز أتكلم معاك فيه. تتكلم معايا في ايه؟ بوسي خطيبتي وهتجوزها. بوسي مش خطيبتك ولا هتتجوزها. انت بتقول ايه؟ لاني مش موافق على جوازكم. بوسي. جابر، بوسي كانت بتؤدي مهمة أنا بعتها لك، وهي اللي خلتنا اطمن لك. انتوا ايه؟ عواطف الناس ملهاش حساب عندكم. جابر اسكت انت. شغلنا ما فيهوش قلوب ولا حب. معاك حق. عايزني بكرة الساعة كام؟ الساعة 10 صباحا في المكان اكس. يلا. Please send my bag to Heathrow Airport. Which flight? Egypt Air, flight number 712. Okay. Thank you very much. Bye. الهدف ظهر على باب الفندق. شايفه. يا نمر، الهدف جاي عليك، خليك مكانك. اثبت. ما
دي العملية بقى. تدخل القاعدة البحرية، تطلع على مدمرة موجودات، تصور كل جزء فيها، فاهم؟ هتدفعوا كام في العملية دي؟ ايه بقى جابر، اظن احنا عملنا معاك كتير. فعلا عملته من حرامي جاسوس. جابر انا عارف انك متضايق، انت حبيت بوسي، اوعدك لو نجحت في العملية دي ارجعها لك تاني. وانا اوعدك لو رجعتها لي هرجعها لك جثة هامدة زي ما بيقولوا. كده احنا وصلنا تاني مطرح ما كنا. هتنزل انت الاول وتاخد اول تاكس، الوقت مناسب لميعاد الطيارة. استنى، خد $5,000 دول، هبعت اقول لك اني خلصت العملية، وانا هبعت لك بميعاد المقابلة الجاية. شالوم. شالوم. بسرعه على المطار، ابو داوود شافني وضروري جري على هناك عشان يحظ الولد ما يطلعش الطياره. اسد ينادي، هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ حول. اسمعك تمام، حول. حدد مكانك، حول. خلف الهدف في الطريق الاول، طريق المطار. احذر اي تعطيل للهدف، لازم يركب الطياره. ظهر ورايا يا فندم. حاول تعطله بس بدون عنف. الطريق اللي جاي هدي. هلا بيطلع من الطريق ده تاني، قدامه ربع ساعة كمان، يلا بسرعة. Please, I would like to call Mr. Gaber Abdel Ghaffar, flight number 452. Okay,
Please ask for Mr. Gaber Abdel Ghaffar. Flight number 452. Flight number 452. رسالة للأستاذ جابر عبد الغفار علي. رسالة للأستاذ جابر عبد الغفار علي في كابينة الكابتن. أيوه حضرتك الأستاذ جابر؟ أيوه في رسالة علشانك. القلب. سلامتك يا فندم، ثانية واحدة اجيب أنبوبة أكسجين واجي. أرجوكي بلغي الكابتن إن لازم أنزل. حاضر يا فندم. خايف تجيلي النوبة وإحنا في الجو. حاضر. في إيه يا مدموزيل؟ في راكب عنده أزمة قلبية. ها؟ يا ابن الكلب. من فضلكم لو سمحتوا كل واحد يقعد مكانه، تفضلوا لو سمحتوا اقعدوا في أماكنكم وممنوع التدخين. تفضل، تفضل. أرجوك ما تحاولش، أنا طلبت الإسعاف خلاص. يا فندم صدقني، يا فندم ده جاسوس وأنا ضابط مخابرات وهو عايز يهرب مني. وإيه اللي يثبت الكلام ده؟ عربية الإسعاف وصلت يا فندم، تقدر حضرتك تنزل ولا يطلعوا النقالة؟ أنا هنزل. هنزل. سلامتك يا جابر، ألف سلامة ليك يا أخويا، عنك أنت من مزين عنك. أوعى تفتح بقك بكلمة يخلص عليك بالمسدس اللي في جيبي. سلامتك يا حبيبي، تعالى، تعالى. أقولك بليز أي وانت. أسد ينادي، أسد ينادي، هل تسمعني؟ هيو ستوب. What the hell do you think he's doing? Just a minute, please. Please. No, I have a patient with me. I'd like to tell you something. I can't. Just a minute, please. I have a patient with me. Yes, my brother is faint. I have to go. Would you take him, please, with you? He has hurt. No. Terror. Please listen. No, I have listen. To go. I'm go away. Tie that sum with the horse. Go away. Okay, I'm going to tell you something. Okay. I'm going to tell you something. No, I can't. Inside there, some with a heart attack. My yeah. brother is faint. Yeah, I'm listening, please. But... Could I you have take to go. Him with you, please? Yes, he has a heart please. Attack, but I have he's to go. Venting. No, no, please. I have to go. I have please, patient. He has a heart attack. He's go, dead. It's okay. enough. Okay. Thank you.
فين؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي، انت في مصر. عشخاين وما تكافر.